خلال اجتماع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الزبيدي يقول إن الجنوب يقف على أعتاب مرحلة جديدة. الميثاق الوطني الجنوبي تحول سياسي وتاريخي ومحط اهتمام محلي ودولي. أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي يدخلون إلى اليمن خلال أبريل الماضي. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في اجتماع مشترك لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة إن الجنوب يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب من الجميع بذل جهود مضاعفة للارتقاء بوتيرة العمل. وناقش الاجتماع اتجاهات المرحلة والخطوط العريضة لسياسة المجلس في المرحلة القادمة وسبل وآليات إنجاز المهام المناطة بهيئة الرئاسة والهيئات المساعدة. وبهذا الخصوص حث الزبيدي على تحمل المسؤولية الوطنية والعمل بجدية وإخلاص والتعاون والتنسيق بين مختلف هيئات المجلس وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام. صدر قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي رقم 7 لعام 2023 بشأن الدعوة لانعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ودعا الزبيدي الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي لعقد دورتها السادسة والمقرر انعقادها في 21 من مايو 2023 في محافظة حضرموت. وتم تكليف الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي بالتحضير لانعقاد هذه الدورة. عقد بالعاصمة عدن اللقاء الموسع لفئتي الشباب والمرأة الجنوبية للتعريف بأهمية الحوار في رسم ملامح مستقبل الدولة الجنوبية المستقلة. برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي وتحت شعار نحو ترسيخ وتعميق الاصطفاف الوطني الجنوبي ومن أجل دعم وتعزيز جهود فريق الحوار الوطني الجنوبي، انعقد اللقاء الموسع لفئتي المرأة الجنوبية والشباب، وذلك للتعريف بأهمية الحوار في رسم ملامح مستقبل الدولة الجنوبية المستقلة. نحن اليوم هنا ندعم قرارات مجلس الانتقالي الذي يشجع على اللحمة الوطنية وتوحيد الصف الجنوبي بشكل عام. نحن جاءنا بدعوة مباشرة من المجلس الانتقالي لنكون مجموعة من الشباب الذي نطلع لأن كلنا نحن رؤية مستقبلية فيها حماس وفيها عزيمة. جميعنا أبناء الجنوب نؤيد القرارات التي صدرت في ليلة البارحة والنتائج التي دعت بخصوص اللقاء التشاوري على مدى 4 أيام. نشكر الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي على هذه اللفتة الكريمة نحو تعميق صفوف الشباب من أجل الحوار الوطني الشامل لأبناء الجنوب، وهذا ما كان يتطلع إليه ويطمح إليه شعبنا الجنوبي. ونشكرهم على هذه المبادرة ونقول لهم أننا على نفس الخطى ماشون بإذن الله. اللقاء الموسع تخلله فقرات متنوعة تناولت أهمية مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي وأهمية استيعاب هذه الفئتين وضمان أدوار فاعلة لهما في الدولة الجنوبية المستقلة. نحن اليوم هنا بفضل الله نجمع كافة شباب الجنوب والعنصر النسائي الفعال والهام لهذه المرحلة التي ستكون شاملة بإذن الله لكافة الأطياف من أجل تصحيح الأوضاع ومن أجل النهوض بالبلاد ومن أجل أن تسير قافلة شعب الجنوب إلى بر الأمان. نحن اليوم بصفتنا أحد قيادة الشبابية في هذا المجلس. طبعا اليوم هو حفل الحوار الوطني الجنوبي لدعم أيضا المرأة الجنوبية والشباب ودعم لحمة الصف الجنوبي. نبارك هذا الاتحاد الجنوبي ونشكر كل القائمين على هذا العمل.
اللقاء الموسع الذي حضره أعضاء من رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أكدوا بضمانات على أهمية إدراج الشباب والمرأة في كيان الدولة الجنوبية، وجاء هذا اللقاء كثمرة نجاح وامتداد للقاء التشاوري الذي تمخض باصطفاف جنوبي واسع. لقناة الغد المشرق، عبد الله الكثيري، عدن. شهدت الساحة الجنوبية في الأيام الأخيرة تحولات سياسية عميقة تلتها إجراءات وقرارات مهمة في مراكز القرار واستحداث هيئات تسييرية جديدة ضمن هيكلة المجلس الانتقالي بعد توقيع الميثاق الوطني الجنوبي الذي لاقى اهتماما محليا ودوليا غير مسبوق. تحولات سياسية واجتماعية كبيرة تلك التي يشهدها الجنوب كثمرة لنضاله الطويل على كل المستويات والأصعدة. صحيح أن الكلفة باهظة، رجال بحجم أمة سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن القضية الجنوبية، بل وحملوا على هامتهم الشامخة هم الأمن القومي العربي خصوصا في بعده الإقليمي. وساسة ألف سوح النضال على الضفة الأخرى من المسيرة المقدسة، فجالوا في أصقاع العالم وغصت بهم قاعات المؤتمرات وملأوا شاشات ومنابر الإعلام حتى يظل الصوت الجنوبي في موقع تأثيره. لأجل ذلك كان المجلس الانتقالي الجنوبي هيئة قيادية ظلت تبحث عن ذلك الوفاق والتناغم بين مكونات الجنوب التي فرقتها مكائد الأجندات ودسائس المخربين، حتى وصل الأمر في بعض الأحيان مرحلة السلاح بين الأخوة والأشقاء. وأخيرا نجح المجلس بترجيح صوت العقل وتغلبت سفينته على قوة التيار المعاكس لوجهتها، لتجتمع مكونات الجنوب وساسته ومرجعياته القبلية والمناطقية في حدث تاريخي عنونته المرحلة بالحوار الجنوبي الذي توج بتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي في العاصمة عدن. لم تتأخر الأحداث كثيرا، بل تتالت وكأن القدر يبارك خطوة الجنوبيين. نواب لرئيس المجلس الانتقالي من العيار الثقيل، وكيانات تنضم للميثاق بعد ساعات من صدوره، ربما لأن بنود الميثاق يرى فيها كل جنوبي ذاته وقضيته في تشكلها الجديد والغير مسبوق في تاريخها النضالي. وربما يكون الميثاق في قوته الحضورية وشموليته في نظرته الاستشرافية هي الدافع والمحفز، وربما يكون ذلك الاهتمام العربي والدولي بالحدث. هو الجنوب الجديد إذن بتجليات مشهده السياسي والعسكري الذي يحمل هذه المرة مقومات قوته من منطلق مقدراته الذاتية وبدعم من الشقيق العربي والإقليمي الذي يبارك خطوة تحقيق المصير الجنوبي حتى لا يموت الأمن العربي القومي وحتى لا يهدد السلم في بعده الإقليمي والدولي. تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية المزمع عقدها بمحافظة جدة في 19 من الشهر الجاري. وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسية دعوة من سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد الجابر. وخلال لقائهما في عدن أشاد العليمي بالجهود التي تبذلها السعودية لاستضافة وإنجاح أعمال القمة العربية الاعتيادية الثانية والثلاثين وحرصها المشهود على مصالح الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات، معربا عن ثقته بأن تمثل قمة جدة منعطفا هاما على هذا الصعيد. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر والوفد المرافق له الذي يزور عدن. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية هما المدخلان الأساسيان لعودة الاستقرار إلى اليمن والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. بدوره جدد السفير السعودي دعم المملكة لليمن وشعبها في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار واستمرار عمل المؤسسات.
باشرت لجنة تقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري مهامها بالنزول إلى منفذ الوديعة البري بمديرية العبر تنفيذا لتوجيهات محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية. وتفقد أعضاء اللجنة الميناء البري الجديد مطلعين على المكاتب والمساحات الواسعة التي يمكن استغلالها في إنشاء مرافق حيوية تهتم بحركة المسافرين وإنشاء موقع خاص يستوعب بصورة كبيرة تفتيش البضائع التجارية لتخفيف الأعباء على المسافرين. أكد مدير مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمدينة المخل المهندس محمد حسام أن العمل يسير بوتيرة عالية وبمتابعة حثيثة من قبل العميد الركن طارق صالح لإنجازه خلال الفترة الزمنية المحددة للشركة. وقال حسام أنه منذ تدشين العمل في المشروع قبل شهرين تم الانتهاء من جميع المراحل التصميمية والبدء بتجهيز القواعد الخرسانية الحاملة للهياكل المعدنية لألواح الطاقة الشمسية. وكان العميد طارق قد أطلق في شهر مارس أشغال مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة المخا بقوة 20 ميجاوات بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. البشرى إلى مواطني المخا أنه التقدم سريع جدا، وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين راح تشوفون تقدم كبير، وممكن أنه نبدأ بتشغيل جزء من المحطة خلال الشهر الثامن إن شاء الله. وهنا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ العميد طارق وإلى مكتبه ومهندسيه، وهو بمتابعة حثيثة ويومية معنا ومهندسيه من مكتبه لدعمنا وتقديم كل الجهود ولإسراع العمل. أفادت منظمة الهجرة الدولية في تقرير جديد أن أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي دخلوا إلى اليمن من خلال محافظتي شبوة ولاحج. التفاصيل في هذا التقرير. بنسبة فاقت الضعف وتجاوزت 157% تضاعفت هجرة الأفارقة إلى اليمن خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت منظمة الهجرة الدولية دخول 5212 مهاجرا. وفي تفاصيل ذلك وبحسب مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة في اليمن، فإن الشهر الماضي على الرغم من الزيادة التي ذكرناها إلا أنه شهد انخفاضا ملحوظا في تدفق المهاجرين الأفارقة وبنسبة 33% مقارنة بشهر مارس عام 2023 والذي سجل دخول عدد قياسي بلغ أكثر من 20 ألف مهاجر. أما عن مكان دخول المهاجرين الأفارقة فإنما يقرب نسبته من 87% منهم دخلوا من محافظة لحج خلال أبريل الماضي وبعدد تجاوز 11650 مهاجرا، فيما دخل 13% من المهاجرين عن طريق محافظة شبوة وعددهم 1750 مهاجرا. وأوضح تقرير منظمة الهجرة الدولية أن 50% من المهاجرين إلى اليمن في شهر أبريل عام 2023 كانوا من الذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال منهم 37%، أما النساء فبلغت نسبتهن 13%. يذكر أن اليمن تعاني منذ سنوات من ضغط المهاجرين القادمين إلى أراضيها في ظل الظروف الحالية، علما أن المهاجرين يتوجهون إلى اليمن بسبب ظروف بلدانهم السياسية والاقتصادية الصعبة، والذي لا يختلف حالها عن اليمني كثيرا. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. شركة صافر تقول إن ميليشيات الحوثي تقف وراء أزمة الغاز المنزلي في صنعاء. أهلا بكم من جديد. أكدت الشركة اليمنية للغاز صافر وقوف ميليشيات الحوثي وراء تصاعد أزمة الغاز المنزلي في صنعاء ومناطق سيطرتها. المزيد في هذا التقرير. في إطار تصاعد أزمة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أفاد سكان محليون في صنعاء برفض وكلاء بيع الغاز وعقال الحارات المسؤولين عن توزيع مخصصاتهم من اسطوانات الغاز المنزلي بحجة قلة الكمية الواصلة من شركة صافر للغاز في محافظة مأرب. وهو وقت تشهد فيه الأسواق السوداء حركة نشطة ببيع اسطوانات الغاز بأسعار مضاعفة عن القيمة الرسمية، حيث يشرف قيادات حوثية على إدارة هذه الأسواق لجني مبالغ طائلة في ظل استمرار افتعال أزمات متكررة وغير مبررة.
الشركة اليمنية للغاز صافر اتهمت الميليشيات بالوقوف وراء تصاعد أزمة الغاز في صنعاء، موضحة في بيان رسمي أن إجمالي ما تم تحميله من الشركة في مأرب إلى مناطق الانقلاب خلال شهر أبريل بلغ 1109 مقطورات، وهو ما يعادل 2.5 مليون أسطوانة غاز. وحملت شركة صافر حقيقة الأزمة ونقص الإمدادات الواصلة من محافظة مأرب إلى ميليشيات الحوثي جراء قيامها باحتجاز عدد من المقطورات في فرضة نهم ومنعها من العودة إلى موقع التحميل في مأرب. وقالت الشركة أنه برغم حرصها على وصول مادة الغاز إلى كافة المحافظات اليمنية وتفريغها في محطات التعبئة، إلا أنها فوجئت بقيام سلطة الانقلاب بتوقيف عدد من المقطورات في صنعاء والجوف ومنع السائقين من التحرك إلى صافر لتحميل الغاز إلى مناطق سيطرتها. وأضاف البيان أن صافر وبسبب التأخير الحاصل في وصول المقطورات إلى موقع التحميل قامت بعمل تعميم بتسجيل هذه المقطورات عند رجوعها من المحطات بعد تفريغ الكميات بموجب سند استلام ووصولها إلى موقع التحميل، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الوضع التمويني في هذه المادة الحيوية وضمان تجنب التأخير. ودعت الشركة في بيانها مالكي المحطات والمقطورات إلى سرعة التحرك والوصول إلى صافر للتحميل. حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من مخاطر المعسكرات الصيفية التي تنظمها الميليشيات الحوثية في عموم المحافظات الواقعة بالإكراه تحت سيطرتها. وأوضحت الوزارة في بيان بأن ما يسمى المراكز الصيفية هي في الواقع معسكرات وتدريب وتأهيل قتالي للشباب المغرر بهم والذين يصل التلاعب بهم فكريا، خاصة وأن أغلبهم في سن المراهقة ودون المستوى المطلوب من الوعي والتحصين الفكري، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال للزج بهم في معارك عبثية لخدمة أجندات طائفية. أما الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة. خطف مانشستر سيتي الإنجليزي تعادلا ثمينا بهدف لهدف من أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأنهى ريال مدريد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني تعادل مانشستر سيتي بهدف سجله البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 67، ويلتقي الفريقان إيابا على استاد الاتحاد في مانشستر يوم الأربعاء المقبل. أصدر خورخي والد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بيانا رسميا للتعليق على مستقبل نجله خلال الموسم المقبل. وقال خورخي في بيانه إنه لا يوجد أي شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ليونيل ميسي لأي ناد في الموسم المقبل، ولم يتم اتخاذ القرار بعد، ولن يتم النظر في هذا الأمر حتى ينهي ميسي موسمه مع باريس. وقال مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لرويترز إن اللاعب تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي. نهاية النشرة تذكيرا بالعناوين. خلال اجتماع قيادة المجلس الانتقال الجنوبي، الزبيدي يقول إن الجنوب يقف على أعتاب مرحلة جديدة. الميثاق الوطني الجنوبي تحول سياسي وتاريخي ومحط اهتمام محلي ودولي. أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي يدخلون إلى اليمن خلال أبريل الماضي.